كل الساوت الكل قاعدة على الحديد ما ظل عندهم كل شيء اي معونه ماكش باستثناء المساعدات اللي عتدي اللي يعني المواد الغذائيه من الناس الخيرين. اما تقول لي يعني هسه اكوش ناس انا متاكد هسه تروح عليه يريد له حليب يريد حفاظ لابنه لا اطفاله ما عنده هسه اللي عتجي فقط مجرد مساعدات رمزيه يعني كمواد غذائيه تمشي امر جزاهم الله الف خير المحسنين. حيتفي بالغرض؟ لا يعني هيك سد رمق صح تمشي لكن الدولة وين؟ كان هسه تطلع تيجي تعال يفتر الوكيل يعرف هذا عطال بطال هذا ما عنده هذا كاسب هذا يوم بيومه هذا معوق اصرف لهم رواتب مع الحصة التموينية ما لازم موظفين فقط هي هذول الناس الشريحة التعباني اغلب الشريحة 80% من هاي المنطقة واغلب المناطق هم لا عمل ولا شغل لو هم يخافون على شعبهم ويريدون شعبهم ويسرون على شعبهم اجعل بطاقة تموينية تعال اخوي اجي مختار عندهم بطايق تموينية عندهم الكاسب موجود عندهم اللي ما عنده شغل عنده ابو تاكسي تعال كتمشي امر من هاي النثريه مال البرلمان النثريه مال المجلس الوزراء النثريه مال مجلس محافظه اصرفها عليهم هالوقت هذا هسه الرئاسات الثلاث حتى مجلس محافظه من رواتبكم اوزع للناس اللي محتاجه تعرفون واحد الفقير ما عياكل ميت من جوع عجبون مواد يعني مواد المواد ما تفيد هذا اش يتريق اش يتعشى مولده كهرباء كل شيء ما عندهم اللي عنده المريض ما يجي يشتري اللي عنده اطفال ما يجي يشتري قطيع حليب اخي رواتب من هذول الكبار مال مجلس النواب راتب من رواتبهم يوزعوا على هذا الشعب العراقي على حصه تموينيه ما اريد مواد اكو مواد لكن فلوس ماكو بيش يشتري ابو التاكسي قاعد بطال اللحيم قاعد بطال الحداد قاعد بطال الحمال قاعد بطال كل موظفين الشعب العراقي الخيرين عيوزعون الخيرين واجب انا واجب الدوله كل شيء ما عملت الدوله الشعب الموصلي ما عملت كل شيء الدوله اقعدوا ببيوتكم قعدنا ببيوتنا هسه هذول ايش ياكلون الناس ياكلون حو بس غير افتهم الهواء واجب الحكومة تقدم للشعب المصري وللشعب العراقي رواتب ما فقيرة الدولة يابا يومي 4.5 مليون برميل حصة الشعب العراقي النفر الواحد 25 دولار ما قليلة والله عايشين على الخيرات العالم اللي توزع بس قسم منهم ما تصلم ولو اكو ناس ما تصلم بس الافضل هي يعملوه على الوكيل عنده بودرة مال اسامي ويعرف الناس التعبانين والمستحقة يوزعها لأنه اللي قد تجينه فلوس قد ينطي على حرب جماعته قرائبه وهذه أيضا بعد ايش يحتاجون؟ يحتاجون إلى فلوس يحتاجون إلى مساعدات إلى مواد غذائية كل شيء ماكو طالب انه يصرفون نعم نطالب على الأقل لو يصرفون فلوس على البطاقة لو كل نفر 25 دينار يعيش بيها همينة اللي عنده 4 عوائل هاي تجينه 100,000 دينار نعم علاجات أمراض المزمنة كلتها هاي يعني هسه أنا أوديك على ناس تعبانين أي الأمراض مزمنة همينة بالجامع يوزعون ما على الحق تجيهم كم وحدة أنا الصراحة أحكيها على الحبايب بس والله على فصل من الجوع ما كل شيء ما عنده اللي عنده راتب عايش مستقبل ما عنده راتب رعاية وتقاعد ما عندنا الحمد لله عايشين بهذه الظروف هذه زين لسه انت كل شيء ما عندك، انت عندك راتب تقاعد؟ لا والله ما عندي. شلون عايش؟ كنت موظف، واحد ترجع ما رجعوني. 14 سنة وثمان اشهر عندي خدمة. حاليا شلون عايش؟ عايش على ابني، ابني قاعد شلون؟ ابنك شنو؟ ابني عمره 16 سنة. بطلتم؟ لا ما بطلتوا من المدرسة؟ اي والله بطلتوا من المدرسة. ايه؟ يعيننا على الاقل. ايش قد يجيب لك؟ 5 يوميا. سوق النبي يشتغل. من هوني من الايمن يروح هذا سوق النبي؟ اي والله على 5000 دينار؟ اي والله ايش عمل؟ زين هسه حاليا لا ايمن ولا ايسر ولا سوق النبي ولا سوق السرشقانة ايش يعمل؟ قاعد والله ايش شلون مدبريها؟ والله على ناس خيرين ايش الطالب الحكومة انت؟ الطالب الحكومة ان يعوضونا فلوس يعني ماشي بهالشكل لا رعاية لا تقاعد خلي يعطون العالم الفقراء هذول مزوين برلمان خلي يساعدونا.